بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم حبايب كشك والبسمة. اليوم إن شاء الله صبايا موعدنا مع فيديو تريكو. لنا زمان ما عملنا تريكو، والصبايا طلبوا غرزات صيفية. إن شاء الله اليوم معنا غرزة صيفية حلوة مميزة وسهلة كمان. إن شاء الله نبتدي خطوة خطوة. الأول بقولكم إنه هي الغرزة من مضاعفات العدد 4، من مضاعفات العدد 4، يعني ايا كان عدد الغرزات اللي بدك تعمليها لمشروعك، وما بين العرض اللي انت عايزاه او عدد غرزات البداية اللي بدك اياهم، وزبطيهم انه يكونوا من مضاعفات العدد 4. كمان اليوم صبايا ان شاء الله بدي اشتغل معكم، حط لكم ارقام الاسطر على كل سطر من السطور، مشان اذا تهتوا ترجعوا تلاقوا رقم السطر قدامكم ان شاء الله. على بركة الله نبتدي، يلا بينا. السطر الأول صبايا كتير سهل، هي الغرزة عبارة عن 4 سطور مثل ما قلنا مكررة، ولذلك الآن رح نبتدي بالرقم 1 أو السطر رقم 1 يلي هو عبارة عن 4 غرزات عدل لفي، 4 غرزات عدل لفي لحتى ننهي السطر. إذن معنا الآن السطر رقم 1. بسم الله الرحمن الرحيم، رح نبتدي غرزة عدل. 1 2 3 4، بنلف الخيط لقدام. 1 2، تكرار صبايا. 3 4، الخيط للأمام عشان يشكل لي لفي. 1 2 3 4، خيط للأمام. 1 2 3 4، 1 2 3 4، خيطنا للأمام. كل 4 غرزات عدل بنلف الخيط للأمام. إذن السطر الأول كله تكرار 4 غرزات عدل، أو بنسميهم غرزات وش، ولفة خيط. بقي عنا آخر 4 غرزات. 1 2 3 4، هيك تكون انتهى معنا السطر الأول صبايا. سهل كتير ومكرر، 4 عدل لفة خيط، 4 عدل لفة خيط لحتى ننهي السطر. هاي نهاية السطر الأول. الآن السطر رقم 2، سطر مقلوب. بسم الله، بالبداية صبايا رح نشتغل 2 مقلوب. 1 2 1 2 مقلوب. عندي الآن غرزتين مقلوب بدي ضمهم مع بعضهم بغرزة واحدة. إذن ده أول اختلاف، إنه 2 مفردين 2 مضمومين مع بعض. بداية السطر رقم 2. الآن كيف بدنا نشتغل اللفات؟ خلوكم معي صبايا، لأنه اللفة دي رح يتكرر شغلة لآخر شغلة بنفس الطريقة. رح ناخد الخيط للخلف، اللفة رح نشتغلها عدل، ما رح ننزلها من على الإبرة، ما رح ننزل مع الإبرة سبايا. رح لف الخيط للأمام وارجع اشتغلها مقلوب. إذن اللفة عم بشتغلها مرتين، مرة عدل ومرة مقلوب. بعده الآن عندي 4 غرزات مقلوب، رح ضم 2
في غرزة واحدة، كمان اثنين بغرزة واحدة. إذا الضم مكرر مرتين، عندي أربع غرزات، رح ينضموا اثنين اثنين والأربعة يصيروا اثنين. لقينا اللفة قدامنا، رح نكرر شغلنا على اللفة سبايا. خدوا الخيط للخلف، اللفة غرزة عدل، لا تنزلوها، هاتوا الخيط للأمام، اشتغلوها مقلوب. الآن اثنين ضم اثنين ضم، مكرر، دخلنا بالتكرار. اثنين ضم مقلوب، اثنين ضم مقلوب، لفة معناها الخيط للخلف، عدل، خيطنا للأمام، مقلوب، اثنين باثنين، اثنين مقلوب مع بعض، اثنين مقلوب مع بعض. سهلة كتير، اللفة عم نشتغلها عدل ومقلوب، الأربعة عم نضم اتنين باتنين. اللفة بناخد خيط للخلف أول، نشتغلها عدل، نجيب له قدام، نشتغلها مقلوب، المقلوب اتنين مع بعض، مرة تنتين، يعني مكرر الضم مرتين. لفة للخلف لأنه بدي أشتغل هاللفة، عدل، لا تنزلوها، هاتوا الخيط لقدام، اشتغلوها مقلوبة وبعدين نزلوها، اثنين باثنين، واحد، وادي المرة الثانية ضمينا فيها المقلوب، لفة، إذا الخيط للخلف. اشتغلوها عدل، الخيط اللي قدام اشتغلوها مقلوب، المقلوب اتنين مع بعض، اتنين مع بعض، خيطنا للخلف، اللفة عدل لقدام مقلوب، نزلوا اتنين مقلوب، واحد، اثنين، كررناها مرتين، خيط للخلف لأنه عندي لفة، عدل للأمام مقلوب. تكرر شغلنا. إذن اللفة عرفنا كيف نشتغلها سبايا، ومنضم اثنين ومنضم اثنين، كمان لقدام مقلوب، اثنين ضم. انتبهوا للآخر صبايا، انتبهوا بقى، نحن هون لما ابتدينا السطر اشتغلنا اثنين مقلوب وضمينا اثنين، نهاية السطر بتنتهي مثل بدايته تماما بس بالعكس، اشتغلنا الضم قبل وآخر غرزتين بنشتغلهم مقلوب. برجع مكرر صبايا، بداية السطر اثنين مقلوب ضم، نهاية السطر ضم واثنين مقلوب، هيك بيكون معانا نهاية السطر رقم اثنين. الآن سطر ثلاثة سبايا، هو سطر عدل، الأرقام المفردة الواحد والثلاثة سطور عدل، الأرقام الزوجية اثنين وأربعة هن سطور مقلوب. العدل دائما بيكون فيه شغل عدل ولفات، عدل ولفات. المقلوب بيكون في عنا ضم غرزات مقلوب، وبيكون عنا شغل لفة على مرحلتين. الآن رح ندخل على السطر رقم ثلاثة، الغرزتين اللي أنهيناهن مقلوب صبايا بآخر السطر السابق، الآن رح نشتغلهم عدل، كل واحدة منهم عدل، واحد، اثنين، اثنين عدل ببداية السطر رقم ثلاثة. الآن رح نلف الخيط لقدام ونرجع مثل ما اشتغلنا بالسطر الأول، أربعة ثم لفة، اثنين، ثلاثة، أربعة، لفة لقدام، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة لقدام،
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الخيط للأمام. إذا فقط التنتين الأولانيات بالرقم بالسطر الثلاثة صبايا، فقط الغرزتين الأولانيين هنن اثنين، الباقي مثل السطر رقم واحد، أربعة أربعة ولفات. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لفت خيط. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الخيط للإمام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الخيط للإمام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. خيط للأمام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة للأمام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة للأمام. والطبيعي إنه يضل عنا غرزتين، لأنه نحن أخذنا من الأربعة غرزتين بالبداية، مثل ما بيبتدي السطر بينتهي، بدأ بغرزتين وانتهى بغرزتين، هيك بيكون نهاية السطر رقم ثلاثة. الآن الصبايا السطر الأخير هو سطر رقم أربعة، هو سطر مزدوج، سطر زوجي، إذا نشغل فيه على المقلوب. أنهينا نحن السطر السابق باثنين عدل، رح نبتدي السطر رقم أربعة بضم هدول التنتين العدل مع بعض، واحد واثنين مع بعضهم بغرزة واحدة مقلوب. ضمينا التنتين، إذا ابتدى السطر إنه نضم الغرزتين مع بعض. اللفة شغلة كلاسيكي، خيطنا للخلف بنشتغلها عدل، خيطنا لقدام بنشتغلها مقلوب، بس بداية السطر هي المختلفة فقط. بعدها رح نضم اثنين اثنين مثل ما عملنا بالسطر رقم اثنين. الآن اثنين مقلوب، اثنين مقلوب، ضم، خيطنا للخلف، لفة، عدل، للأمام، مقلوب. الأربعة دول رح ينضموا اثنين اثنين، اثنين ضم مقلوب، اثنين ضم مقلوب. خيطنا للخلف، عندي لفة، عدل، لقدام، مقلوب. اثنين ضم مقلوب، اثنين ضم مقلوب. خيطنا للخلف، عدل، للأمام، مقلوب. اللفة اللي انصرنا خلاص تعلمنا كيف نشتغل، اثنين مقلوب ضم واثنين مقلوب ضم. خيط للخلف، اللفة، عدل، للأمام، مقلوب. اثنين، اثنين، للخلف، عدل، للأمام، مقلوب. اثنين مقلوب، ضم في غرزة واحدة، اثنين مقلوب، ضمهم مع بعض ويبقوا غرزة واحدة. خيطنا للخلف، اللفة، عدل، خيط للأمام، نشتغلها مقلوب ومننزل. اثنين باثنين، سهل كتير، عم نكرر صبايا. اثنين باثنين، لفة، يبقى عدل، ثم عفوا نزلناها اهو، رجعناها، ثم مقلوب. اثنين، اثنين،
لفة عدل للأمام، مقلوب نزل الوقت، اثنين باثنين ضم، كل تنتين في غرزة واحدة، اللفة الأخيرة أهو وللأمام. بقي عنا آخر تنتين مثل ما ضمينا أول السطر منضم. انتهى معنا السطر الرابع سبايا، وهيك انتهت معنا الغرزة، لأنه بدءا من السطر القادم رح نرجع نكرر السطر واحد يلي هو أربع لفة أربع لفة، ولحتى ننهي الشغل. تكرار الشغل عم يعطينا صبايا بعدين هالشكل الحلو كتير. تعملوه على خيط صيفي، أنا اضطريت أعمله على خيط شتوي لأنه بالأساس كنت عاملة الريب ومجهزت لكم على غرزة تانية، وطلبت إحدى الخوات الغاليات غرزة صيفية، إلنا فرصة إنه نشتغل عليها، وعلى الخيط الشتوي كمان غرزة يمكن بانت أوضح. يا رب كون وفقت صبايا بإنه وضحت لكم الغرزة وكانت سهلة وبسيطة. إن شاء الله بنلتقي في فيديوهات تريكو قادمة. حتى ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.